بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فكنا قد بدأنا في شرح خليلة الإمام الشيخ أحمد الدرديل رحمه الله تعالى، وشرحنا بيتا واحدا في أولها، وهو قوله يقول راجي رحمة القدير، أي أحمد المشهور بالدرديل. وتكلمنا عن لقبه وعن حياته وعلمه وكراماته رحمه الله تعالى، ونفعنا بعلمه، آمين آمين آمين. ثم يقول الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك: الحمد لله العلي الواحد العالم الفرد الغني الماجد. يقول الحمد لله بعدما بدأ بالتسمية بدون نظم الشعر، ثم عرف بنفسه وانكسر أمام رحمة الله سبحانه وتعالى، وبين لنا أنه طالب لعون الله ولرحمته سبحانه وتعالى، وهكذا شأن القوم المتواضعين الذين يعرفون قدرهم الحقيقي أمام ربهم سبحانه وتعالى. لا يزكي نفسه، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فلا تزكوا أنفسكم. فإن قيل إنه ذكر لفظ الدرديل، ولفظ الدرديل فيه تزكية لنفسه، فالجواب أنه لقب اشتهر به هو، كما اشتهر به أبوه، كما اشتهرت به أولاد عائلته جميعا. فعائلة الشيخ رحمه الله تعالى مشهورة بعائلة الدرديل. وقيل إن الدرديل معناه الذي تدر عليه البركة، أو يدر عليه العلم والبركة من الله سبحانه وتعالى. فهو لقب طيب على كل حال، وهو لم يقصد به التزكية رحمه الله، وإنما قصد أن يبين حالا، وأن ينتسب إلى عائلته، وأن ينتسب إلى والده الذي لقب بالدرديل، وهو أيضا كذلك ملقب به. يقول الحمد لله. الحمد، لفظ الحمد هذا معناه في اللغة هو الثناء، الثناء بالجميل على الفعل الجميل الاختياري، الثناء بالجميل على الفعل الجميل الاختياري. احنا قلنا الثناء بالجميل طبعا، لان الحمد ذكر الصفات المحمودة، ولا يكون ذلك الا ثناء بالجميل. وعلى الفعل الاختياري، لان الذي يفعل خيرا مضطرا اليه لا يحمد عليه. يعني اذا كان الانسان مضطرا لفعل خير يفعله فانه لا يحمد عليه، وانما يحمد على فعل الخير باختياره. فأنت حين تثني على محمود فإنما تثني عليه بسبب أفعال اختيارية فعلها. طيب، هذا بالنسبة للغة. وبالنسبة للشرع، هو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بصرف النظر أو بقطع النظر عن الحامد. فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بقطع النظر عن الحامد، يعني بقطع النظر عن إيصال النعمة إلى من يحمد. خلاص، يبقى فعل، والفعل يعم القول والفعل، فهو شيء بالفعل، يعني وقول اللسان يعد فعلا، قول اللسان أيضا يعد فعلا من أفعال اللسان. فهو فعل ينبئ، يخبر عن تعظيم المنعم بقطع النظر عن الحامد، يعني أنت تعظمه بقطع النظر عن كون النعمة وصلت إليك أو لم تصل إليك. ومن هنا فارق الشكر، لأن الشكر إنما يكون
ثناء على من وصلت إليك نعمته، ثناء على من وصلت إليك نعمته. أما إذا لم تصل إليك نعمته فإنك لا تثني عليه ولا تشكره، بخلاف الحمد، فإن الحمد يستحقه المحمود سواء وصلت إلى الحامد نعمة منه أو لم تصل إليه نعمته، أو لم تصل إليه نعمة منه. فإذا الحمد هنا أعم من الشكر، الحمد أعم من الشكر، يعني الشكر تثني وتشكر على نعمة وصلت إليك، والحمد والمدح تثني وتشكر لا على نعمة وصلت إليك من الممدوح، إنما تمدحه لخصاله فقط المحمودة، شكر الله لك، تمدحه فقط لخصاله الممدوحة، كما تمدح الوردة لشكلها الجميل، هل وصلت إليك منها نعمة؟ لم تصل إليك منها نعمة، ولكن هي في ذاتها تستحق المدح. رأيت إنسانا له خلق جميل ولكن لم يصل إليك من خلقه شيء، أو له شكل جميل لم يصل إليك من شكله شيء، فأنت تمدحه على ذلك. وأما الحمد فهو يشمل الاثنين معا، يشمل الشكر ويشمل الايه؟ المدح، سواء وصلت إليك نعمة أو لم تصل، فإن كنت تحمد على نعمة وصلت فقد دخل الشكر، وإن كنت تحمد على نعمة لم تصل فقد دخل الايه؟ دخل المدح. يبقى الحمد أعم من الشكر وأعم من المدح، ولذلك صدر الله سبحانه وتعالى به كتابه في أول القرآن فقال الحمد لله، ما قالش الشكر لله، ما قالش المدح لله، ولكنه قال الحمد لله، فلفظ الحمد إذن أعم من إيه؟ أعم من الشكر. ولذلك قالوا إن الشكر عرفا هو الحمد لغة، الشكر عرفا هو الحمد إيه؟ هو الحمد لغة، خلاص؟ طيب، الحمد، ألف الحمد، يا ترى هي ألف ديت اللام بتاعت التعريف دي تأتي للجنس ولا لاستغراق الجنس ولا للعهد؟ هي تأتي للحاجات دي كلها، إما أن تأتي للجنس مطلقا، وإما أن تأتي لاستغراق الجنس، وإما أن تأتي للعهد، وإما أن تأتي للحقيقة. يبقى كام استعمالاتها؟ أربعة أشياء، خلي بالكم، لأن الحاجات دي إذا تكلمنا فيها مش هنعيدها تاني إن شاء الله. تأتي للجنس، وتأتي لاستغراق الجنس، وتأتي للعهد، وتأتي للحقيقة. طيب، كيف ذلك؟ إذا قلت الإنسان يبقى ده إيه؟ جنس، خلاص؟ طيب، الإنسان طبعه كذا إلا الذين آمنوا، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، يبقى الاستغراق الإيه؟ الاستغراق الجنس، كويس؟ طيب للعهد، قول له العهد ده أصله ثلاث أنواع، إما عهد ذكري، وإما عهد ذهني، وإما عهد حضوري، إما عهد ذهني أو ذكري أو حضوري. طب العهد الذهني زي إيه؟ يعني أنا مثلا لي عليك مبلغ معين من المال وهو في ذهنك وانت عارفه، فحضرت إلي فقلت لك هل أحضرت المبلغ؟ هذا المبلغ الذي في المال جرى له ذكر في مجلسنا الآن؟ لم يجري له ذكر، إنما هو معهود في ذهنك أنت لأنك تعرفه، موجود في ذهنك أنت عشان كده تعرف، يبقى ده اسمه العهد الإيه؟ العهد الذهني. طيب العهد الذكري، أنا قرأت كتاب التوحيد وأعطيت زيدا الكتابة، يبقى ده عهد إيه؟
في الكتاب عهد ذكري، لان انا ذكرته قبل ذلك في الايه؟ في المجلس. طيب العهد الحضوري تقول العالم الذي يحاضرنا يفعل كذا وكذا وكذا، يبقى ده العالم الموجود حالا حاليا، ومش انا يعني، انما بتكلم عن الانسان. العالم الموجود حاليا الذي يحاضرنا يفعل كذا، يبقى في عهد اسمه عهد ذكري، وفي عهد اسمه عهد ذهني، وفي عهد اسمه عهد ايه؟ حضوري. طيب في تاني حاجه اسمها الحقيقه، تذكر ال لمح الحقيقه المجرده، كما تقول مثلا ادخل السوق يا فلان، حيث لا عهد بينك وبينه باي سوق، وانما ادخل شيئا مسمى اسمه الايه؟ اسمه السوق. خلاص؟ او تقول الرجل خير من المراه، يبقى حقيقه الرجل انه خير من الايه؟ خير من المراه. اذا ال استعمالتها للجنس ولاستغراق الجنس. ما الفرق بين استعمالها للجنس وبين استعمالها لاستغراق الجنس؟ أما استعمالها للجنس فيصدق على فرد واحد من أفراد ذلك الجنس، يصلح أن يصدق على فرد واحد من أفراد ذلك الجنس. وأما استغراق الجنس فلا بد أن يصدق على سائر أصناف الجنس، لا بد أن يصدق على سائر أقسام الجنس، ولذلك قالوا يصلح مكانها كل. ولذلك إذا استثني منها فاعلم أنها لاستغراق الجنس. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا. يبقى استثنى ولا ما استثناش؟ استثنى. فما دام استثنى يبقى تقول قال هنا لاستغراق الجنس. ما دام الاستثناء معناه ايه؟ الاستثناء اخراج من شيء دخل. اخراج من شيء دخل، انت تخرجه لكونه دخل. قام القوم الا زيد. ازيد داخل في القوم او خارج؟ داخل. لولا الاستثناء لكان ايه؟ لكان داخلا، ولكن الاستثناء اخرجه. ولذلك استغراق الجنس يراد منه الايه؟ العموم. كويس. طيب احنا عاوزين نعرف الف الحمد دي كيف نستعملها؟ يا ترى تنفع للجنس ولا تنفع للعهد ولا تبقى لاستغراق الجنس؟ عايزين نشوف الحكايه دي. احنا جبنا الكلام ده علشان نشوف الف الحمد دي لايه. طب لو قلنا ألف الحمد للجنس يبقى أي فرد من أفراد الحمد يطلق على الله سبحانه وتعالى؟ يعني عايزين ولو فرد واحد من أفراد الإيه؟ من أفراد الحمد يطلق على الله سبحانه وتعالى. طب لو قلت الحمد وقصدت استغراق المحامد كلها يبقى كل المحامد إيه؟ لله سبحانه وتعالى، كل المحامد لله سبحانه وتعالى. طب وإذا أردت العهد؟ يعني الحمد المعبود الكامل له سبحانه وتعالى. يبقى إذا أنا لو أردت الجنس يبقى يصدق ولو فرد واحد من أفراد الحمد لله سبحانه وتعالى. وهل إذا صدق فرد واحد من الأفراد يمنع صدق بقية الأفراد ولا يجوز صدق بقية الأفراد؟ لما أقول الإنسان ها فعل كذا أو يحب كذا، إذا قلت إن الإنسان ده واحد بس يصدق ولو على واحد، هل يمنع ذلك أن تكون هذه الصفة موجودة في كل أنواع الأناسين ولا لا يمنع؟ لا يمنع، واخد بالك؟ طيب ولذلك حقق بعضهم أن ألف الحمد يمكن أن تكون للجنس، فإذا صدق فرد من أفراد الحمد لله عز وجل فلا يمنع ذلك أن تصدق بقية الأفراد كل على حدة، وأنت تأخذ منها ما شئت من أنواعها، وأنت تأخذ منها ما شئت من أنواعها.
بخلاف ما لو كانت ال لاستغراق الجنس، يعني كل المحامد لله عز وجل. نقول له وايه المانع ان هنا تبقى كل المحامد لله عز وجل، ما المانع من ذلك؟ نقول له والله ده متوقف على معنى اللام في قوله لله، لان هو الشيخ قال الحمد لله فمتوقف على معنى الله. فان كانت اللام مرادا بها الملك ما ينفعش تبقى لاستغراق الجنس. ان كانت اللام للملك، لان اللام بتستعمل كم استعمال؟ ها؟ تستعمل للملك وتستعمل للاستحقاق وتستعمل للتبليغ. خلاص؟ ده اللي ينفعنا في القصة بتاعتنا، هي ليها استعمالات كثيرة، ما ده اللي ينفعنا الآن. تقول أوصلت لك الكتاب، يبقى لك دي إيه؟ أوصلت لك قول فلان، يبقى اللام هنا للإيه؟ للتبليغ. كويس؟ اللجام للفرس، يبقى اللجام للفرس اللام للإيه؟ للاستحقاق. كويس؟ الدار لزيد، يبقى اللام للإيه؟ للملك. يبقى آدي اللي ينفع معانا إحنا هنا فيها. يبقى كم حاجة تنفع معانا؟ يا إما الملك، يا إما الاستحقاق، يا إما التبليغ. ابعد التبليغ ده خالص دلوقتي، يبقى فاضل معانا حاجتين، للملك والاستحقاق. طيب اذا قلنا ان اللام للملك وال استغراق الجنسي، نقول اذا شملت المحامد الحمد القديم والحمد الحديث، على اعتبار ان اللام للايه؟ للملك دلوقتي، وان الف الحمد للاستغراق الايه؟ الجنسي. يبقى إذا شملت المحامد الحمد القديم والحمد الحادث. طيب هتقابلنا مشكلة، لأن إحنا عندنا القديم لا يملك، الحمد القديم لا إيه؟ لا يملك. إيه ده؟ قال لك لأن أنواع الحمد، لأن أنواع الحمد أربعة لا خامس لها. حمد قديم لقديم، وهو حمد الله تعالى لنفسه ولذاته وصفاته، لأن حمد قديم لقديم، وهذا لا يملك طبعا، ما يقدرش نقول الحمد القديم ملك، ما يتملكش، لأن ده صفة قديمة، وما دامت صفة قديمة ليست حادثة فهي مجردة عن الملك، وإلا لقلنا إن الله تعالى يملك ذاته ويملك صفاته، وينفع الكلام صفاته، ينفع الكلام ده؟ ما ينفع، لا يطلق ذلك. طيب اثنين، حمد قديم لحادث، وهو حمد الله تعالى لأنبيائه ولأوليائه بصفاتهم العالية قديم. ثلاثة، حمد حادث لقديم، وهو حمدنا نحن الحوادث لمين؟ لله سبحانه وتعالى. أربعة، حمد حادث لحادث، وهو حمد بعضنا لبعض. خلاص؟ فإن قلنا إن ألف الحمد لاستغراق الجنس واللام للملك لا يصلح أبدا على هذا، لأنها تقتضي إدخال الحمد القديم والقديم لا يملك، فحينئذ لا يستقيم هذا الأمر. يبقى إما أن تجعلها للجنس مجردا عن الاستغراق، وفضل معنا إيه تاني؟ وإما أن تجعلها لإيه؟ للعهد، العهد الذهني أو العهد الذكري، لا بأس بذلك. يبقى إما أن تجعلها للجنس مجردا على الاستغراق، وحينئذ يكون إيه؟ وإما أن تجعل، يبقى حينئذ يصدق على الفرد المملوك من أفراد الحمد، يصدق على الفرد المملوك من أفراد الحمد. وإما أن تجعلها للعرف، ما دام اللام للملك. طب افرض ان هنخلي اللام مش للملك وانما اللام للاستحقاق، قال لك هنا يجوز لك ان تجعلها لاستغراق الجنس، لان جميع المحامد مستحقه لله سبحانه وتعالى. يبقى انت مشكلتك في اللام، في اللام انت عندك ال شائعه في الاستعمالات التي ذكرناها، فهل تجعلها للجنس؟ يبقى صادقه على اي فرد من افراد
الجنس. طب وإن جعلتها لاستغراق الجنس نقول له عندنا مشكلة في اللام، يا ترى للملك هتدخل لنا الحمد القديم والقديم لا يملك. خلاص؟ يبقى في الحالة دي هنعملها للإيه؟ للاستحقاق. إن أبيت أن تكون إلا لاستغراق جنس عشان تشمل كل المحامد، يبقى في تلك الحالة عاوزين نعمل اللام للإيه؟ للاستحقاق، لأن جميع المحامد قديمها وحديثها كله مستحق لله أو مستحق لله سبحانه إيه؟ سبحانه وتعالى. وإذا ما كنتش عايزها للاستحقاق وهي للملك، تعملها للجنس أو تعملها للعهد. تعملها يعني الحمد المعهود الكامل البالغ في الكمال إنما يكون لمين؟ لله سبحانه وتعالى. الحمد لله. قلنا دين اللام إما للملك وإما للاستحقاق، والله علم على واجب الوجود وهو الاسم العلم زي ما قلنا الأسبوع الماضي. الحمد لله العلي من العلو، والمقصود علو المنزلة وعلو المكانة والرفعة العالية، ولا أحد أعلى منه سبحانه وتعالى. الواحد أي الذي لا شريك له لا في ذات ولا في صفات ولا في أفعال. خلاص؟ يبقى الواحد الذي لا شريك له لا في ذات ولا في صفات ولا في إيه؟ ولا في أفعال. الحمد لله العلي الواحد العالم. وعلم الله سبحانه وتعالى يشمل الجزئيات والكليات خلافا للفلاسفة الأنكاد الذين قالوا إن علمه تعالى خاص بالكليات ولا يشمل الجزئيات. نقول لهم إن قصدتم ذلك فقد كفرتم، لأن القرآن الكريم يتناول الجزئيات والكليات. يقول الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. هذه كليات ولا جزئيات؟ كليات. ويعلم ما في البر والبحر، كليات. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، جزئيات. ولا حبة في ظلمات الأرض، جزئيات. ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، كليات. يبقى هو شامل للكليات وشامل للجزئيات خلافا لما قاله الفلاسفة، وفرقوا بين المعرفة والعلم بكون العلم شامل للكليات والمعرفة شاملة للجزئيات، والتحقيق أن العلم هو المعرفة والمعرفة هي العلم. فإن قلت هل يطلق على الله أنه عارف كما يطلق عليه أنه عالم؟ قلنا لا، لأن الإطلاقات متوقفة على إذن الشرع. فإذا أذن الشرع بالإطلاق جاز الإطلاق، وإذا لم يأذن الشرع بالإطلاق لا يجوز الإطلاق. ولذلك قال صاحب الجوهرة: واختير أن اسماه توقيفية كذا الصفات فاحفظ السمعية. يبقى الأسماء توقيفية والصفات توقيفية، لا نطلق على الله إلا ما أذن الشارع بإطلاقه، والذي لم يأذن الشارع بإطلاقه لا نطلقه على الله سبحانه وتعالى. الحمد لله العلي الواحد العالم. الفرد، فرد يعني لا عدد له، لا في ذات ولا في صفات ولا في إيه ولا في أفعال. الغني، طبعا واضح، الغني يعني القائم بذاته القائم بنفسه. ومعنى قيامه بنفسه عدم احتياجه لمخصص يخصصه، وعدم احتياجه لمحل يقوم به، وعدم احتياجه إلى وزير أو مدبر أو معين. يبقى هو غني بإيه؟ غني بذاته غنى مطلق. وأما غناك أنت فغناء نسبي، غنى نسبي، يعني الغنى بتاعك أنت غنى نسبي، ولكن غناه سبحانه وتعالى غنى مطلق. ولذلك قال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. شوف ضمير الفصل العماد ده اللي بيؤكد وبيجعل ما بعده خبرا لا صفة، يجعل ما بعده خبرا لا ايه؟ خبرا لا صفة. فإن فائدة ضمير الفصل التأكيد والاختصاص
والتنبيه على أن ما بعده خبرا، على أن ما بعده خبر لا صفة. يبقى كم فائدة لضمير الفصل ده؟ ثلاث فوائد: التأكيد والاختصاص، خلاص، والتنبيه على أن ما بعده خبر لا صفة. فقوله تعالى والله هو الغني، يبقى هو ده يعتبر ضمير فصل جيء به للتأكيد. فالغنى المطلق مختص بمين؟ بالله سبحانه. وهذا الضمير جاء ليؤكد ذلك وينبه على أن ما بعده خبر لا خبر لا صفة. طيب، يبقى العالم، العالمي، الفردي، الغني، الماجدي. الماجد قيل فيه العظيم، صاحب المجد والشرف والعظمة والعزة سبحانه وتعالى، صاحب المجد والشرف. وهل هناك من هو أمجد وأشرف منه سبحانه وتعالى؟ ليس كذلك، لا يمكن أبدا. يبقى دي أسماء. ولا يخفى أن ما في هذا البيت في أول الكلام حاجة اسمها راعية الاستهلال في علم البديع. وما معنى براعة الاستهلال؟ هي أن يأتي المتكلم في مبدأ كلامه بما يدل على غرضه في الكلام الذي سيتحدث فيه. أن يأتي المتكلم في بداية كلامه بما ينبئ عن غرضه في الكلام الذي سيتكلم فيه. خلاص؟ يعني لما يجي بتاع النحو مثلا يقول ايه؟ الحمد لله الذي رفع العلماء وخفض الجهال ونصب بفضله الدين وفعل كذا. يبقى غرضه يقول ايه؟ يعلمني انه كلامه في النحو لانه رفع ونصب وخفض وما اعرفش ايه وكلام النحويين ده. وبتاع البلاغه، الحمد لله الذي بلغنا مثلا من العلوم اشرفها وابعدنا عن التعقيد ورزقنا الفصاحه وكذا وكذا. يبقى غرضه يتكلم في الايه؟ في البلاغه. يبقى اذا في بتاع الفقه، الحمد لله الذي فقهنا في دينه وعلمنا سنة نبيه وكذا وكذا، بيتكلم في الفقه. يبقى إذا قدم بين يدي مقصوده ما يدل على غرضه. دي حاجة اسمها براعة الاستهلال في البلاغة في علم البديع. فالشيخ رحمه الله تعالى هنا قال الحمد لله، طبعا ده الاسم العلم أهو، وإحنا في التوحيد بنبحث عن مين؟ عن ذات الله سبحانه وتعالى. طيب، الحمد لله العلي ذكر صفاته سبحانه، وكلمة الواحد هي أشرف مباحث علم الإيه؟ التوحيد. الواحد اللي هي مقصود بها الوحدانية، وهي أشرف مباحث علم الإيه؟ علم التوحيد. العالم ذكر الصفات، صفات المعاني، صفات العلم. العالم الفرد، الغني، المهدي. فهذا أكبر دليل على أن الشيخ رحمه الله يريد أن يبدأ كلامه بأن كلامه في ذات الله سبحانه وتعالى وفي صفاته، وده التوحيد. ثم قال وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم. وأفضل، أفضل هذا أفعل تفضيل، وأفعل تفضيل بمعنى أنه يدل على زيادة في الفعل، زيادة في الفعل تقتضي فضلا ولا ضرورة أن تقتدي مدحا. يعني مش ضروري أن كل أفعل كذا يقتضي إيه؟ يقتضي مدحا. لأن لما أقول فلان أشر من فلان، يبقى دي أفعل تفضيل ولا لا؟ في النحويين، عند النحويين يعني في زيادة، يعني أفعل التفضيل ما دل على الزيادة. خلاص؟ طب أمال قالوا عليها أفعل تفضيل ليه؟ قال لك لأن في الأصل وضعت للإيه؟ للتفضيل في الخيرات والمحاسن والكلام زي ده. لكن كونها تستعمل في غير ذلك دي حاجة إيه؟ حاجات تانية يعني. واضح؟ طيب، وأفضل، أفضل صلاة، أفضل شيء في الصلاة، الصلاة التي طلبناها من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه معنى كده.
وأفضل صلاة طلبناها هي الصلاة التي طلبناها من الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. خلاص؟ طيب، الصلاة من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، قال بعضهم هي الثناء عليه في الملأ الأعلى، الثناء ومدح الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. خلاص؟ طيب، لك أن تتصور من المادح؟ الله سبحانه وتعالى. والمادح إنما يمدح على قدر علمه بالممدوح، فأنت تمدح شخصا بقدر ما علمت من حاله، لكن غيرك قد يعلم عنه أشياء أخرى فيكون مدحه أعلى من مدحك أنت، لأنه يعلم عن الممدوح ما لا تعلمه أنت، ويأتي عالم آخر يعلم عن الممدوح ما لا تعلمه أنت، ويأتي ويأتي وهلم جرى. فإذا كان المادح المثني هو علام الغيوب لرسوله صلى الله عليه وسلم، يبقى شفت بقى ازاي المسألة دي بقى؟ يعني لما نقول إن ربنا بيصلي على الرسول ويقول الصلاة ثناء وذكر عند الملأ الأعلى، ذكر بالثناء عند الملأ الأعلى والمدح، نقول له خلي المدح منسوب إلى المادح، خلي المدح منسوب إلى المادح، فبقدر علم المادح بصفات الممدوح يكون حمده ومدحه له. فإذا نسبت هذا إلى علام الغيوب، يبقى كيف يكون علم الله برسوله صلى الله عليه وسلم؟ ودل ذلك على أن رسول الله أفضل الخلق على الإطلاق، أفضل الخلق على الإطلاق، لأن من الذي يصلي عليه؟ رب العالمين، ويصلي عليه يعني يثني عليه بالصفات الحسنة في الملأ الأعلى. وإذا كان الأمر كذلك صار رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله أجمعين، أفضل خلق الله أجمعين. واضح؟ طيب، أفضل الصلاة، وقيل إن الصلاة عليه من الله سبحانه وتعالى هي مزيد الرحمة له صلى الله عليه وسلم، مزيد رحمته به صلى الله عليه وسلم. فلا تزال الرحمات نازلة نازلة من الله سبحانه وتعالى على رسوله، وممتدة من الله تعالى على رسوله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. كيف يتصور هذا؟ يقال إن الله يرحم نبيه صلى الله عليه وسلم أي يعطيه المنزلة العليا من الدرجات العلى عنده، ويعطيه المقام المحمود، ويعطيه ويعطيه. طب ما كل هذه الأشياء ثبتت له صلى الله عليه وسلم، كيف تصير الرحمة مستمرة من الله على رسوله إن كانت الصلاة من الله رحمة وهي مستمرة منه على رسوله صلى الله عليه وسلم؟ خلاص؟ نقول شوف كلمة إن الله وملائكته إيه؟ يصلون، فعل المضارع يفيد الاستمرار تجدد، يعني مش مرة انتهوا، مش صلوا في الماضي انتهوا، لا، يصلون 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 مستمرة. وبعدين انتوا يا مؤمنين عشان تلحموا نفسكم بهذا الفيض النوراني الإلهي المستفاد ببركة النبي صلى الله عليه وسلم، انتوا كمان صلوا عليه وسلموا تسليما. يعني لو انت عايز تلحم نفسك مع مين؟ مع الفيوضات النورانية والخيرات العظيمة لله سبحانه وتعالى ومع ملائكته، ها؟ يبقى انت الحم نفسك ودائما خليك صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قلنا كيف يتصور دوام الرحمة من الله بسبب الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم مستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؟ نعم، لأنه لا يخلو زمان من بلاغ لرسالته صلى الله عليه وسلم، ولا يخلو بلاغ لرسالته من اتباع لقوم
لدينه صلى الله عليه وسلم والعمل بسنته والعمل بشريعته. وكل من عمل بشريعة نبي فثواب عمله صائر إلى ذلك النبي. فكأن المسألة دائمة مطلقة. المسألة دائمة إيه؟ دائمة مطلقة. لأن إحنا إلى يوم القيامة كل في زمننا ده إحنا كلنا متبعين له صلى الله عليه وسلم. وقبلنا بأزمنة كثيرة، وقبلنا بأزمنة كثيرة، وبعدنا إن شاء الله بأزمنة، حتى إلى يوم القيامة هيفضل في ناس برضو يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما يتبعوا الرسول، من السبب في ذلك؟ هو اللي جاب الرسالة. وما دام هو اللي جاب الرسالة الدال على الخير كإيه؟ كفاعله. فالرحمة موصولة، كل ما واحد يسلم ثوابه يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ما واحد يصلي على الرسول ياخذ الرسول ثوابه، ياخذ اجره وياخذ ثوابه، فتبقى الرحمه مستمره من الله لرسوله ولا لا؟ والثوابات مستمره والخيرات ايه؟ مستمره الى ان يرث الله الارض ومن عليها. بل يوم القيامه كمان هو لي اختصاص لا يوجد لغيره صلى الله عليه وسلم. وهذا الاختصاص هو المقام الايه؟ مقام المحمود ومقام الشفاعه. ما فيش غيره اللي هيتكلم. واحنا في الدنيا عارفين ان مفيش حد غيره هو الذي يتكلم في ذلك، وهو الشفيع وحده صلى الله عليه وسلم. فان سالت سؤال، اذا كنا الناس كلها عارفه والخلائق كلها عارفه انه هو بس اللي هيشفع، فما معنى ذهابهم الى ادم ونوح وابراهيم وموسى وعيسى؟ مش عارفين الحكايه دي، حديث سامعينه كلنا، ان هيروحوا لادم وادم يقول ما كذا وسيدنا نوح كذا وسيدنا. طب اذا كان الامر كذلك فما فائده الذهاب؟ ما يروحوا له هو من الاصل وخلاص على كده. ما يروحوا للرسول بالمره وخلاص تنتهي لازمته ايه؟ فالجواب عن ذلك ان الناس حينما يدركهم الموت واهوال الموت واهوال القيامه واهوال الحساب ينسون ما سمعوه في الدنيا من ان اول واخر، لان ما فيش حد هيشفع الا الرسول صلى الله عليه وسلم. كتر المشاكل اللي هيمروا بيها والاهوال اللي هيمروا بيها والمراحل اللي هيمروا بيها، ربنا قال لهم لتركبن طبقا عن طبق، الحاجات دي تنسيهم ذلك الامر. فيبقوا ناشئين كانه مش فاكرين الحكايه. مش قالوا وتركنا بعضهم يومئذ ايه؟ يموت في بعض. مضطربين، حيار، مش قادرين يعملوا حاجه، مش عارفين حاجه خالص. فكان اللي المواضيع اللي مرت بيهم دي مش قال يوم يفر المرء من وامه وابيه وصاحبته لكل امرئ منهم يومئذ شحن يغنيه. واحد يشوف امه في السكه قدامه ولا شوف ابوه ولا اي حد، مش فاضي. لما السيده عائشه بتقول لرسول الله واسى واتاه يا رسول الله اينظر الناس الى عوره بعضهم بعض، فبين لها ان الامر اخطر من هذا وان الناس في شغل على الناس منشغلين ما حدش فاكر حاجه. فامك منهم نسيوا مساكين، يقول لك نتعلق بهذا نتعلق بنوح ونتعلق بكذا ونتعلق بكذا. أو أن الله يريد أن يري الخلائق جميعا الذين كانوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر رسول الله في الموقف. يريد أن يريهم قدر إيه؟ قدر رسول الله في الإيه؟ في الموقف. فيخلي الأنبياء كلهم يسلموا إلى أن المسألة رايحة لمين؟ رايحة لمحمد صلى الله عليه وسلم. أفضل الصلاة من الله سبحانه وتعالى والتسليم أيضا، والتسليم معناه الأمان والسلام وعدم الآفات وعدم المنقصات. أفضل تسليم هو التسليم الذي يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أفضل الصلاة والتسليم. الصلاة منا نحن على رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب عرفنا ان الصلاة من الله رحمة او ثناء بالصفات الحسنة على رسوله. طب والصلاة مننا احنا على رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ قال لك دعاء له صلى الله عليه وسلم. دعاء له صلى الله عليه وسلم. واعظم شيء تكافئ به من اعطاك خيرا
إذا كانت مكافأتك له لا تمكن أن تدعو له. كأن أنت بتقول يا رب، ولذلك أفضل حاجة تقولها للي ما تقدرش تكفه تقول له جزاك الله خيرا. دي أفضل حاجة، إنك أنت مش قادر تكفه، حاسس إنك لا قدرة لك على مكافأته، فتقول يا رب هذا الذي فعل معي معروفا وخيرا أنا لا قدرة لي على مكافأته، فتفضل أنت بمكافأته، أنت اللي تتولى المكافأة بتاعته. فإحنا مكافئتنا للرسول لا هو يعني لا ناقص مننا رحمة ولا ناقص مننا ثناء ولا ناقص مننا ذكر، ده رب العزة بيثني عليه وبيرحمه. يبقى ناقص مننا حاجة تانية؟ لا. أمال إحنا بنعمل كده ليه؟ قال لك ده إحنا بنتلزق بس في المسألة دعاء لرسول الله، وبعدين الحكاية عايدة علينا إحنا كمان برضه. يعني زي ما بيقول في الحديث القدسي يا عبادي خلقتكم لتربحوا علي لا لأربح عليكم. أنا خلقتكم عشان أربحكم، أنا أديكم ربح، أنتوا اللي تربحوا علي مش أنا اللي هربح عليكم، لأن أنا مش هاخد منكم ولا حاجة، أنتوا اللي هتاخدوا. فكأن أنت لما تقول الرسول اللهم صل وسلم على رسول الله وأنت عملت حاجة ولا حاجة، ده أنت طلبت من الله أن يصلي ويسلم على رسول الله. طب ما هو ربنا بيصلي ويسلم، يعني هي ناقصك أنت؟ أم قال بس أنا بعترف اعترافا كاملا أيضا بأني أطلب من الله أن يصلي على رسول الله، ودي هترضي ربنا عني، ودي هترضي إيه؟ ودي هترضي ربنا عني. يبقى أنا ما أنشأت الشيء جديد، لم أنشئ شيئا جديدا إلا لنفسي أنا، إلا لنفسي إيه؟ إلا لنفسي أنا. كأني أنا موافق ومعترف بفضل النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك رضيت بأن يصلي الله تعالى عليه، وفرحت بأن يصلي الله تعالى عليه، وليس كذلك فحسب، بل أنا أيضا أطلب من الله أن يصلي عليه. واخد بالك؟ يبقى أنت هتاخد أجر فيها. من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها إيه؟ 10. وأنت لما تصلي على الرسول بتديله إيه؟ أنت اللي بتصلي ولا بتطلب من ربنا أنه يصلي؟ تطلب من ربنا. يبقى ماذا صنعت أنت؟ طب ما هو بيصلي. أما قال لك لا، بس معنى ذلك إن أنا برضو موافق على كده وراضي عن كده وفرحان بكده، والدليل على ذلك إن أنا برضو بطلب من الله سبحانه وتعالى إنه هو إيه؟ إنه هو يصلي. وتستدل على ذلك بالمقابل، لأن الكافر ما بيطلبش، ولا إيه؟ الكافر ما بيطلبش، مفهوم الكلام ده؟ طيب، يبقى حين تقول اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى أنت كأنك بتاخد لنفسك ثواب وبتاخد لنفسك أجر. ولذلك من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها 10. يعني أنت تقول يا رب صل على رسول الله، ربنا يصلي على رسول الله ويصلي عليك أنت كمان 10، وأنت ما عملتش حاجة للرسول صلى الله عليه وإيه وسلم. واختلف العلماء هل يستفيد الرسول بصلاتنا أو لا يستفيد، فقال بعضهم لا يستفيد بصلاته لأنه هو خلاص، وقال بعضهم الصواب أنه يستفيد بصلاتنا، ولكن لا ينبغي أن نقول ذلك إحسانا للأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص، لأن أنت لما تصلي على رسول الله سمعت كلام الرسول، وكلام الرسول من اللي جايبه هو، وما دام هو اللي جايبه يبقى أنت سمعت كلامه، يبقى فعلت الخير الذي أمر به، فيبقى ياخد ثواب، كل ما تصلي عليه ياخد ثوابك، ياخد ثوابك، ياخد ثوابك، وهكذا. مفهوم الكلام ده؟ طيب صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأفضل الصلاة والتسليم على النبي، على النبي، النبي إما مأخوذ من النبوءة، يعني من النبأ، وهو الخبر العظيم، ويسمى النبي منبئ اسم فاعل، يعني أي مخبر عن الله سبحانه وتعالى، أو يسمى منبأ، يسمى النبي منبأ، منبئ، منبئا، ويسمى منبأ. يبقى يسمى النبي منبئا، منبئا ومنبئا، فمنبئا اسمه ايه؟ فاعل، يبقى هو المخبر عن الله، ومنبئا يعني الله تعالى يخبره وهو يخبره.
يبقى إذن هي من النبوءة بدليل القراءة، قراءة نافع إن الله وملائكته يصلون على النبي قل فلم تقتلون أنبياء الله، دي قراءة مشهورة، لذلك اللي بينكرها يبقى مش كده، لأن دي قراءة متواترة خلاص، أو هي مأخوذة من النبوة، والنبوة في الأصل معناها البعد والارتفاع، وذلك لأن منزلته صلى الله عليه وسلم أو منزلة النبي مرتفعة على سائر الخلق. يبقى منزلة النبي اللي هو الرسول أو غيره محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء منزلتهم مرتفعة على صاحب على سائر الخلق. طبعا لأن دي مرتبة حتى ما تكتسبش يعني مرتبة النبوة لا إيه؟ لا تكتسب أبدا، لأنها منزلة ممنوحة من الله سبحانه وتعالى ولا يكتسب ولا يكتسبها العبد أبدا، فما فيش بقى ما فيش زيها منزلة أبدا. فقالوا إنها من النبوة أي من الشيء المرتفع خلاص، لأن منزلته صلى الله عليه وسلم عالية على سائر إيه؟ على سائر الخلق. يبقى إما من النبوءة بالهمزة، وإما أن تكون من النبوة وأصل الياء إيه؟ واو، وأصل الياء واو. طيب، وعلى هذا فالنبي ما هو النبي؟ قال لك هو إنسان حر ذكر بالغ من بني آدم أوحى الله تعالى إليه بشرع ولم يأمره بتبليغه. خلاص يبقى ده النبي، إنسان حر، إنسان خرج الملك وخرج الإيه؟ الجن، ما فيهمش أنبياء. في بعض الناس يتوهم إن الجن فيهم أنبياء، لا ما فيش، الجن ليس فيهم أنبياء ولا رسل. كويس كده؟ طيب، حر لا يكون عبدا لأن الحرية تقتضي الكمال والعبودية تقتضي غير كده، فمن أجل ذلك النبي يبعث في أكمل الناس نسبا. حر بالغ، طبعا ما ينفعش يبقى صبي، بالغ من بني آدم برضه، يعني المفروض إنه من بني آدم ديت خرجت لنا حكاية الإنسان خرجتها، لكن هم عشان يدوها للمتعلمين هم يقول لك إنسان حر ذكر بالغ من بني آدم. طيب، أوحى الله تعالى إليه بشرع، يوحي إليه بشرع إما جديد ليتعبد به، وإما شرع النبي شرع الرسول الذي في زمانه فيتعبد هو به. يعني نوعين، يا إما وحي جديد ادهوله خاص به فيتعبد به هو، وإما وحي الرسول الذي في زمانه أو الذي انقضى زمانه وجاء هو بعد زمانه واندرس الوحي بتاعه فيوحي إليه به ليتعبد به. أن احنا عندنا ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، اللي كان بيشتغل بالتوراة أكثر من 1000 نبي ورسول بعد سيدنا موسى عليه السلام اشتغلوا بالتوراة، واخد باله؟ طيب، حر بالغ من بني آدم أوحى الله تعالى إليه ولم يأمره بتبليغ، وهذه أخرجت الرسول، لأن الرسول إنسان حر بالغ أوحى الله تعالى إليه بشرع وأمره بتبليغ. يبقى حكاية النبي لم يأمره بتبليغه، وحكاية الرسول أمره بإيه؟ أمره بتبليغ. يبقى المرتبة هنا بقى، واقتضاء الأمر بالتبليغ يقتضي أن تأتي الرسول المعجزة. يبقى المعجزة جاية للأنبياء ولا جاية للرسول؟ جاية للرسل خلاص. وعلى ذلك فالنبي عام والرسول خاص، النبي عام والرسول خاص. ومن هنا قيل ولا يمكن أن يكون رسول إلا إذا مر بمرتبة النبوة، لا يمكن أن يوجد رسول إلا إذا مر بمرتبة الإيه؟ مر بمرتبة النبوة. ولذلك تجد إن مرتبة النبوة دي هي الدرجة الأقل من الرسالة شوي، وهي الدرجة الأعم من الرسالة، فلازم كل رسول قبل ما يبقى رسول لازم يمر بمرتبة الإيه؟ مرتبة النبوة. كويس؟
ولذلك يقول الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. طيب ماشي، وخاتم، كان مفترض يقول وخاتم الرسل، قال لك لا، ده الصح يقول وخاتم النبيين. ليه؟ لأنه إذا كان ما فيش نبي بعده يبقى رسول من باب أولى، لأن كل نبي لازم كل رسول لازم يمر بمرتبة النبوة. فإذا كان المرتبة الأدنى ما مرش فيها أي حد بعده صلى الله عليه وسلم، فكيف يرتقي إلى درجة الأدنى الأعلى؟ يعني هل أن واحد ما خدش ليسانس تقدر تقول له بقى دكتور؟ لا يمكن، كده طبيعي لازم يمر بالليسانس وبعدين بالماجستير وبعد كده بالدكتوراه زي ما بيقولوا يعني. فما يصحش إنه يبقى دكتور إلا إذا كان إيه؟ وخد المراحل دي، وإلا لو سمى نفسه دكتور يبقى دكتور مزيف بقى، يبقى بيزور، يبقى ده مزور، يبقى كل اللي سموا نفسهم رسل بعد الرسول او انبياء يبقى ده تزوير بقى، عايزين ياخدوا الحكايه كده بدون ايه؟ بدون وجه حق. فكان الصح ان يقول وخاتم النبيين، خاتم النبيين، عشان يبقى ما فيش رسول، ما فيش نبي بعده، وما دام ما فيش نبي يبقى ما فيش رسول من باب ايه؟ من باب اولى. على النبي المصطفى، أصل المصطفى المصطفى بالتاء، تاء، فقلبت التاء طاء لمجانستها للصاد الثقيل، لأن لو كان اللي قبلها سين كانت ظلت على ما هي عليه، ولكنها لما جاءت الصاد قبلها، والصاد حرف مستعل وحرف من حروف الإطباق، جاءت الطاء بعدها لتناسب الصاد وعشان يبقى سهل في النطق، فأصبحت الطاء التاء قلبت إيه؟ قلبت طاء. وهو من الصفوة، خلاص، من الصفوة، الصفوة اللي هي إيه؟ خالص الخالص، مش كده ولا إيه؟ يعني أنت اصطفيت، يعني خلصت من الخالص، كأن عندك كم مرحلة؟ عموم وخالص وخالص الإيه؟ وخالص الخالص. فالرسل دول من خالص الخالص، يبقى لما تلاقي رسول تحته لازم يكون تقي وولي، وبعد كده يبقى هو اعلى من ده، يبقى خد من خالص الخالص، يبقى ده الصفوه، صفوه، مفهوم؟ طيب، وتقول الماء يصفو، يعني من ايه؟ من الشوائب ومن الكدر، يعني متصفي خالص بحيث انه لا شيء فيه. وتقول ايضا صف ودك بينك وبين فلان، يعني ايه؟ أزل ما بينك وبينه من جفوة وشيء من الكدر، خليه صافي كده اهو، خليه ايه؟ صافي، يبقى اديته صفوة الايه؟ صفوة الصفوة. فمعنى المصطفى أي المختار من الصفوة من البشر. ومن الذي اختار؟ يبقى الاختيار، قالوا اختيار الرجل قطعة من عقله، اختيار الرجل قطعة من عقله، ده قاعدة كده حاطينها كده، بقول لك اختيار الشخص قطعة من عقله. ليه؟ أم قال لك لأن أنت حين تختار إنما تختار ما يناسبك من مصلحتك، وبقدر علمك بصفات المختار التي تتناسب مع المصلحة تختار وتصفي. واضح ولا لأ؟ فإذا كان كل سيختار على قدر علمه، فانظر إلى اختيار العلام علام الغيوب بقدر علمه سبحانه. يبقى المختار اللي اختاره ده يبقى إيه بقى؟ ده حاجة عالية أوي أوي أوي، شيء عالي جدا، لأن أنت بتختار على حسب علمك. أنا عارف إن ده في صفات كذا وفي صفات كذا وفي صفات كذا، لكن قد لا أطلع على بعض الصفات الأخرى، وهذا ايضا وهذا ايضا وهذا ايضا، اعلى واحد في الدنيا يعلم يختار على قد علمه. طب اذا كنت ملك الملوك وعلام الغيوب هو اللي بيختار بقى، يبقى الناس اللي بيقدحوا في نزاهه سيدنا يوسف ونزاهه الانبياء نقول لهم انتوا ناس اغبياء، لان انتوا لو فهمتوا فعلا هتجد هل بعد ما حدث للانبياء ما حدث، هل الله تعالى أكمل اختياره لهم بالنبوة ولا زال الاختيار عنهم بالنبوة؟ هذه أكيد أكمل، خلاص؟ طيب،
فإذا كان الأمر كذلك فهل أنتم تعلمون صفاتهم أكثر من الله سبحانه وتعالى؟ هل أنتم غيرانين عن الأنبياء يا أكثر من ربنا سبحانه وتعالى؟ إذا كان ربنا هو اللي أبقاهم أنبياء زي ما كانوا وخلاهم أنبياء زي ما كانوا، أنتم بتتكلموا أنتم إزاي يعني؟ لعاملين زي الناس اللي هم الإنجليز اللي مش فاهمين القرآن ولا فاهمين اللغة العربية ويجوا يعيبوا على العرب اللي فاهمين اللغة العربية، يقولوا طب أنتم تفهموا إيه في العربية علشان تعيبوا على العرب اللي عارفين خبايا اللغة وفاهمين خباياها؟ مفهوم الكلام ده؟ وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الكريم يعني الطيب. الكريم هنا معناه الإيه؟ معناه الطيب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بأنواره صلى الله عليه وسلم، ويكرمنا بشفاعته صلى الله عليه وسلم، ويكرمنا بهدايته صلى الله عليه وسلم، ويكرمنا بفيض علمه صلى الله عليه وسلم، ويفتح علينا فتوح العارفين المقتبسين من الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأزكى وأتم السلام. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. الأسبوع القادم إن شاء الله احنا وسعنا شوية في المقدمة علشان ده ضروري، وبعد كده إن شاء الله ربنا يسهل إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.